حل فصل الربيع لتبدع أنامل هؤلاء الفنانين التشكيليين في رسم جدارية عملاقة زادت مدينة الورود البليدة رونقاً وجمالاً. مؤسسة ترقية الفنون والنشاطات الثقافية تنظم أيام جهوية للفنون التشكيلية من 9 إلى 12، دعوة مفتوحة للجميع. وعدنا اليوم الجداريات العملاقة 2 جداريات، واحدة رانا متواجدين فيها في باب السبت، شارع ساحة الحرية لباب السبت، وثاني جدارية اللي نبدأوها يوم الأحد إن شاء الله الأسبوع الجاي. 50 فنانا جاءوا من مختلف ربوع الوطن، أرادوا من خلال مشاركتهم في هذه المبادرة التعريف بما جادت به ريشتهم من إبداع في فن الرسم. وصيت باش الشركة دي لافر الجدارية يجي نخدمها كان معي فنان مع الزملاء، نخدمها بيزاج بالنسبة حلول فصل الربيع. إن شاء الله برك تكون تعجب الجمهور. جينا هنا نرسموا الجدارية باش على الأقل نغيروا النمط اللي متعودين عليه الجمهور البليدي، على الأقل بصور فنية ذات طابع جمالي وديكوراتيف يعني في نفس الوقت. وجات فاني حملة باش يوعوا الناس باش يقوموا بنظافة ويحافظوا على المحيط تاعهم، ونسيوا كيفاش تكون عندنا ثقافة عامة للمجتمع تاعنا أنه كيفاش يغير هذيك الفكر تاعو أنه ما يهملش المحيط اللي راح ذه يعني هكا بطريقة عامة. هو نشاط ثقافي قد يحسس المواطن البليدي في الحفاظ على محيط بيئي نقي وجميل.